للخير سنابل قد غرسوا وملا في الخير الممتد، وبنوا نهرا وبلا ماء كي يحظى بالخير الجاري. نستنشق خيرا أمتنا لا يحصى عددا بالعد، فالوقف وإن متنا يبقى ويدوم كما النهر الجاري. فلنحيي النهر الجاري، فلنحيي النهر الجاري، فلنحيي النهر الجاري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، أحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي النهر الجاري. هذا البرنامج الذي لازلنا نسير فيه على مدى حلقات طويلة، وخصصنا الحديث في هذا البرنامج عن الأوقاف. كنا في الحلقات الماضية قد تكلمنا عن تعريف الأوقاف ومشروعية الأوقاف وأنواع الأوقاف، التفريق بين الوقف وبين الوصية. تكلمنا أيضا عن استثمار الأوقاف، عن تأسيس الأوقاف قبل ذلك، عن إدارة الأوقاف وقياس المخاطر في الأوقاف. تكلمنا أيضا عما يتعلق بملتقى الأوقاف، سواء كرؤية يعني مستقبلية قبل أن ينعقد الوقف أو الملتقى، ثم بعد ذلك ركزنا على توصيات الأوقاف. اليوم سنتحدث عن موضوع جدا يهم كل الواقفين، وهو ما يتعلق بمصاريف الوقف. تحديد مصرف الوقف ليس يعني بالسهولة بمكان، يحتاج إلى متخصص، يحتاج إلى دراسة جدوى ودراسة متعمقة للمستفيدين من هذا الوقف. أيضا مدى سلطة الواقف ومجلس النظار، كيف يمكن أن يتجدد مصرف الوقف بعد ذلك، أهم المشكلات التي يعاني منها الواقفون فيما يتعلق بمصارف الوقف، وأسئلة أخرى سيجيب عنها ضيفنا في هذا البرنامج سعادة الأستاذ بدر بن محمد الراجحي، رئيس مركز لجنة رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، فأهلا وسهلا بكم أستاذ بدر. حياك الله، يعطيكم العافية، الله يوفق إن شاء الله الجميع. الترحيب موصول بكم أنتم أيها الأحبة، ورحب بتواصلكم مع هذه الحلقة. كما ذكرت آنفا سنتكلم عن مصارف الأوقاف، وأحتاج من ضيفي الكريم في بداية الحلقة أن نحرر هذا المصطلح المقصود بمصارف الأوقاف، الفرق بين مصارف الأوقاف اليوم ومصارف الأوقاف في العصور الماضية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أجمعين وبعد. بالنسبة للمصارف الخيرية في السابق والعصور الحالية هي تقريبا متقاربة، هي مصرف خيري، لكن يختلف في زي ما كلنا نعرف المصارف الخيرية سابقا كانت محدودة بمصارف نوعية محددة حسب ظروف الزمان السابق. يعني الزمان السابق لا يوجد هناك تكنولوجيا ولا يوجد هناك بترول، فكانت الأمور بسيطة جدا وسهلة، وكانت محصورة بزوايا بسيطة. اليوم تنوعت حقيقة المصارف الخيرية بشكل كبير جدا، فأعتقد أنه اليوم برنامجكم اليوم والحلقة اليوم أنا أعتقد أنه جدا جميلة، وهي تحريك هذه الأمور وطرحها ونقاشها، وكل واحد يعني يطرح من خلال زاوية معينة، بحيث يعني نطلع بنتيجة جدا ممتازة وتكون مادة للجميع. ممتاز أستاذ الكريم، خلينا في البداية نؤسس معلومة مهمة جدا. هل الأفضل أن الواقف في بداية وقفه في صك الوقف يحدد مصارف الوقف، أو ممكن يتركها سلطة لمجلس النظار، أو أمر متحرك بينهما؟ جديد، ما شاء الله عليك، أنت جبت الركن الأساسي في هذا الموضوع. أنا أعتقد أنه إذا حدد الواقف مصارف معينة جعل وقفه محدود بزاوية ضيقة جدا. صحيح. وقد تكون اليوم زاوية وسيعة، واليوم العمل الخيري محتاج هذا الجانب، لكن يتغير بعد فترة. فلذلك دائما يمكن تتذكر لما ذكرنا في أركان صك الوقفية أن تكون المصارف الخيرية مفتوحة وتكون مرنة للنظار، بحيث يحددون مع اختلاف الزمن والمكان. أنا أعتقد أنه الفترة يعني الحالية إذا حدد الموقف الصك واشترط مصارف معينة لا يمكن للنظار أن يتجاوزونها. أيوة. إلا في حالة أنه كان هذا المصرف تعطلت مصارفه. ممتاز. يعني فرضنا ذكر في المصرف مصرف فرضنا مثلا شيء بسيط جدا، وصار الوقف إيراداته كبيرة جدا. أيوة. فلذلك يجوز يعني أن يغلب موضوع الجانب المصلحة
من خلال القاضي، يعني يرجعون له النظار ويحاولون أن يعدلون صك الوقفية أو يعطيهم سماح في أنه يتجاوزون هذه المرحلة. فهذا هو. لكن من البداية وأنت كخبرتك كرجل أوقاف، هل ترى أنه الأفضل أن الواقف يحدد هذا المصرف بدقة أو أن يكون مرن في الصياغة هنا؟ احنا ذكرنا حقيقة في الحلقة، تتذكر الحلقة الماضية في موضوع تأسيس الوقاف والصك الوقفية، انه حتى النموذج اللي ذكرناه في الان موقع مركز الوقاف في الغرفة التجارية بالرياض، انه ذكرناه مرن زين، الا اذا رأى الناظر ان يشترط. احنا دائما ما نحجر واسع، يعني في الغالب يعني نوصي بالمرونة، لكن لا يمنع انه يكون فيه هناك تحديد اذا رأى الموقف انه لا هذا المصرف انا يهمني هذا الموضوع. انا حقيقة احتكيت مع ناس كثير موقفين فذكر اني لا انا ودي اشترط ودي كذا، وقلنا لو اشترط مو مشكلة، بس لا نقول له لا توقف ان اشترط، على اساس انه ما تكون من حيل الشيطان ويفقد الموقف الأجر وينصرف عن الوقف. أحيانا التشدد في هذه الأمور ممكن تخسر وقف كامل، ممكن صح يعني صحيح يرفض الوقف. وشوف بقول لك شيء، أنا طلعت على تجربة أمريكا وتجربة بريطانيا وتجربة السعودية وتجربة التاريخ الإسلامي قديما. طيب. من عهد التاريخ الإسلامي، وكان في ناس هناك يشترطون، يعني مرة قرأت في تجربة في وقف في الجزائر قديم، أنه جعل وقف هناك من يعني يحمي الناس من العقارب والثعابين. أيوة. زين، فحط لها وقف الذي يصيد عقرب أو ثعبان له كذا. فأنا أعتقد أنه هو طيب اليوم مثلا صاد العقارب والثعابين، وبعدها ماذا سيكون؟ أيوة. فممكن ما يكون في هناك هذا الشيء، فبعدها يتعذر ما هو المصرف الخيري. صحيح. لأنه لا يجوز شرعا أن الناظر أن يصرف صرف خيري مخالف لما اشترط عليه الواقف. أيوة. أنا سأعود لهذه القضية لأنها مهمة جدا، لكن تسمح لي يسمح للمشاهد الكريم في هذا الاستطلاع لشاهده سويا، ثم نعود للحديث عن المصارف الخيرية في الأوقاف. نظر الجاري فلنحيه نظر الجاري. تصرف عوائد الأوقاف على المساجد، الوقف في المسجد، وتصرف على بعض الأعمال الخيرية، ومن المفروض أنها تصرف على الأرامل وعلى بعض المحتاجين من المواطنين المحتاج، كسداد الديون والمعسرين في السجون، وتصرف على بعض الحاجات مثل صيانات الطرق، بناء المساجد، حلقات تحفيظ القرآن الكريم، عندك دار الأيتام، عندك التحفيظ النسائي، في الجمعيات الخيرية، في المساجد، في الأوقاف الخيرية، في جميع المواقع الخيرية. والله تصرف برضو في المساجد والضعفاء والمساكين وأصحاب الحاجات والاحتياجات الخاصة، هذا من وجهة نظري ترى، رأي الشخصي يعني. المساكين والفقراء والاحتياجات الخاصة، مستشفى الكلى ومستشفيات السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة والمساجد، في على حلقات تحفيظ القرآن والأشياء اللي مماثلة لها. نعم. والله يا أخي الكريم، هذا يرجع إلى تعريف الوقف. الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، فالمنفعة تكون مشاعة، فإذا ذكرنا أنها مشاعة فطرق صرفها ومصارفها كثيرة جدا، في المساجد، حلقات التحفيظ، دور العبادة، دور التدريس والعلم، النفقات على الأرامل والأيتام والمساكين، بناء المساجد، بناء المستشفيات والمصحات كما كان في السابق، حفر الآبار، مصارف كثيرة جدا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد أن شاهدنا سوين هذا الاستطلاع والذي سأطلب من ضيفي الكريم التعليق عليه، واضح جدا أنه الشباب اللي دخلوا معنا في الاستطلاع يعني حصلوا المصارف يمكن في رؤية محددة. هل ترى أن الآن بحاجة إلى تعديل هذه الرؤية، إلى توسيع الأفق فيما يتعلق بمصارف الأوقاف؟ شيء، هو الأوقاف هي تعتبر الأعظم أجرا بإذن الله في الصدقات. صحيح. والأعظم أجرا في الأوقاف هي الأعظم نفعا للمسلمين. أيوة. هذا البعد وهذا العمق
أنا أعتقد هو ركن أساسي في العمل. فأنت مثلا حضرت ستريد أن توقف، أو خلنا نفترض أنت كنت ناظر على وقف، فليست فقط تصرف خيري وبس، يعني صرف على فلان ولا فلان ولا كذا، لا بد أنه كيف تكون يعني أعظم الأجر، كيف يكون له تأثير في المجتمع، كيف يكون له كذا. يعني أنا أعتقد أنه مهم جدا، يعني في محورين. المحور الأول إذا كان سك الوقفية مشترط عليه اشتراطات معينة وأنا ناظر، فلا بد أني ألتزم بهذه الشروط، هذا انتهينا منه. صحيح. الآن أنا شخص أريد أن أوقف، فالمفترض أني أجعل هناك مرونة. أيوة. طيب أنا ناظر ولدي مرونة، وهذا أعتقد اليوم بالحلقة ودنا نركز عليه. ممتاز. لأنه لدينا اليوم أوقاف، ولكن ودنا حقيقة نستفيد ونتشاور ونطرح الانطلاق من الأكثر احتياجا. يعني الناظر أو النظار إذا رأوا أن يرون دعما خيريا، يعني فرضنا أنا إرادي 1,000,000 ريال، هل أعطيها شخص واحد أو شخصين أو 6,000 شخص؟ أيوة. يعني وهل 6,000 هل اللي هم في مكة ولا في المدينة؟ طيب في المكة، طيب هل هي أعطيهم فلوس كذا ولا شغلهم؟ طيب إذا بشغلهم، هل أشغلهم بنفع للمسلمين ولا نفع لهم فقط؟ وهكذا. يعني فيها عمق كبير جدا الأثر في موضوع أصلي. يعني ممكن أنا وقف صرفه 1,000,000، واحد صرفه خلنا نفترض 10,000,000، قد يكون صرف 1,000,000 أعظم أجر من اللي يصرف 10,000,000 للتفوق في اختيار المصرف. يا سلام عليك. هو أنا دائما أقول العائد على الأجر. صحيح. مثل نقول على العائد على الاستثمار، العائد على الأجر. صحيح. يعني هذا استطاع أن يوقف بطريقة، يعني مثلا فرضنا أبني مساجد. فأبني مسجد وجنبي مسجد وما في حاجة، ولا أروح لمكان محتاج فعلا مسجد، هنا سيكون الأجر أعظم. نفس العملية. صحيح. أنا أدعم أرملة. صحيح. ويجيها دخل 5,000 ريال ولا 10,000 ريال، وواحدة ما يجيها شيء، ما عندها ولا ريال، وواحدة فرضنا مسجون، أنا أطلعه من السجن ولا شخص أصلا بطريقة معينة. فهذا العمق أنا أعتقد أنه هو أهم شيء في الاستراتيجية وفي العمل المستقبلي، وكيف حنا نطور فكرنا في التأثير في العمل الخيري والمصرف الخيري. أستاذ بدر، هذا الحاجة اللي أنت تقيسها الآن في مصارف الأوقاف وأنها تكون أكثر نفعا، من يحددها؟ أو هل الواقف عنده القدرة ولا ممكن يستعين بمكاتب استشارية؟ لا لا لا، هو قلنا إحنا الواقف يتركها مرنة. ممتاز. بالنسبة للنظار هم الذين يحددونها، ولذلك إذا اخترت نظار مميزين ومحترفين أنا أعتقد أنه سيستطيعون أن يستوعبون ما هو الأكثر أجرا. صحيح. ولذلك إحنا علينا دور وعلينا مهمة، إحنا مركز الأوقاف بالغرفة التجارية، أن نقيم هناك دورات وحلقات نقاش في الغرفة، وندعو الموقفين والأوقاف بحيث أنه نطرح هذا الفكر. وأنا أعتقد أنه هذا فكر الآن انتقال كبير جدا، يعني بدل ما كانت الأوقاف كيف كانت قبل 10 سنين. صحيح. واليوم بدأت كيف تصرف، كيف مصارفها الخيرية. يمكن استطلعنا كثير من الحلقات الماضية تجارب. صحيح. كيف تجارب، كيف كان التأثير، نوعية الأوقاف وبنفس الوقت مصارف الأوقاف. صحيح. وأنا أعتقد أنه حنا نتطور، بس نحتاج أفضل وأكثر في الطرح وفي العمق. طيب تسمح لي في هذه المداخلة، معنا سعادة الأستاذ إبراهيم الزيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أستاذ إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك أستاذ إبراهيم، ونحن نتحدث مع ضيفنا الكريم عن مصارف الأوقاف والطرق المثلى لتحديد هذه المصارف، إذا من إضافة طويل العمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم. أشكركم الحقيقة في بداية هالمداخلة. العفو. للمشاركة في هذا البرنامج الرائع والرائد. الله يحييك. مع سعادة الشيخ بدر الراجحي الذي هو أحد الخبراء البارزين في هذا المجال من الناحيتين التنظيرية والتطبيقية. صحيح. وبالتالي فيعني إسهامي في هذه المداخلة هو نوع من المشاركة الوجدانية لا أكثر، والحديث عن مصارف يعني الأوقاف كثيرا ما يتطرق المتحدثون فيه إلى التاريخ الإسلامي الزاهي في موضوع الأوقاف. في موضوع الأوقاف والإبداع العظيم في الحضارة الإسلامية في هذا الصدد. ولو نظرنا إلى المستفيدين وهم يعني العبارة الأخرى للمصرف، فسنجد أن المستفيدين من هذه الأوقاف المباركة هم القطاع الواسع والعريض في المجتمع
الإسلامي ومن يعيش في داخل هذا المجتمع الإسلامي حتى ولو كان غير مسلم. فتجد في إذا قلت في كتب الفقه والتاريخ والحضارة الإسلامية تجد العلماء والأئمة والدعاة والأيتام وابن السبيل والموالي والحجاج والزوار والأرامل والمساجين والمجاهدين والأسرى وغير ذلك، يعني أنواع كثيرة. لكن إن أردنا تصنيفها للتسهيل فممكن أن نقول أن المصارف تكون مصارف للعبادة، لخدمة العبادة، مساجد والحرمين وغير ذلك. وهناك مصارف تعليمية وهي كثيرة جدا تأتي في المرحلة الثانية بعد المساجد، وهي المدارس والمعاهد العلمية والمكتبات وما يلحق بها من إسكانات لطلبة العلم ومطاعم لهم وخانات وأربطة وغير ذلك. وفيه عندنا خدمات المجتمع وهي واسعة وعريضة جدا، يعني ذكرها أهل السير والتاريخ، تزويج الأيامة وإعتاق العبيد والصرف على الفقراء والأرامل وغير ذلك. ممتاز. وعندنا خدمات الصحية في مارستانات والمستشفيات وإلى المقابر وتجهيز الموتى ودفنهم، وحتى مكافحة الأوبئة والأمراض وتوزيع الأدوية ومكافحة الجراد، هذا موجود في التاريخ. طيب. عندنا أيضا جانب آخر اللي هو البيئة والمحافظة على البيئة والخدمات العامة للمجتمع كطرق وجسور وتنظيف أودية وترع وغير ذلك. طيب أستاذ إبراهيم، يعني وهذه طبعا الحديث يطول فيها، يعني في مجال التاريخ الإسلامي فيه إبداعات كثيرة جدا وأشياء طريفة، وأنا ما استمعت الحلقة لكن أظن أن يعني المتحدث لن يغفلها. وأنا أجزم أيضا أن مداخلتك كان فيها إضافة كبيرة. شكرا أستاذ إبراهيم الزيد، كان هذا إبراهيم الزيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. شكرا لك، وأطلب من ضيفي التعليق الكريم، كأنه أشار إلى أهم المصارف لسيما عبر التاريخ الإسلامي. جيد. هو أنا أقول حقيقة أنا قرأت في السابق كيف كان التاريخ الإسلامي وكذا، وهو مثل التاريخ الحالي. أنا احتكيت مع ناس موقفين في حاليا وسابقا، يعني في الغالب الموقف يرى أهمية كبيرة للقطاع الصحي، فيقول لك أنا هذا الوقف للقطاع الصحي. ممتاز. وبعدين سبحان الله بعد فترة يتغير الاحتياج للقطاع الصحي للقطاع التعليمي. فيجي ناس يقول لك لا، القطاع التعليمي أهم شيء. طيب. وكذا. فأنا أعتقد أنه المرونة وتلمس الاحتياجات الحالية، يعني وضعنا الحالي. أيوة. لو الآن نقيم الوضع الحالي، خلنا نفترض في السعودية. في السعودية يختلف منطقة الرياض عن منطقة شمال الرياض، منطقة شمال المملكة يختلف عن منطقة جدة، يختلف كل منطقة لها احتياج مختلف. يعني اليوم ممكن خلنا نفترض احتياجنا اليوم المساجين، إخراج المساجين. طيب، وإذا كان فرضنا جاء يوم أنت سويت وقف للمساجين وخرجوا، والمساجين فرضنا الحكومة بدأت تعفيهم وبدأت تسدد عنهم وكذا، أو جاء من يسدد عنهم. أنا أعرف واحد من الأوقاف اشترط للمساجين، صدقني أنه قاعد يدور مساجين ما حصل، كل مرة قالك لا والله هذول يطلعوا. بس الكلام هذا يبدو أنه قديم ليس الآن. فنقول لك أنه الفكرة، يعني لو تجي الواحد يعمل في القطاع الصحي يقول والله أهم شيء بصراحة أنا أشوف القطاع الصحي يصير وقف، واللي يشتغل بالقطاع كله ينطلق من اهتماماته. يا سلام عليك. فأنا أعتقد واحد يجي يقولك والله الدعاة أهم شيء، الدعاة لأنه هو يشتغل فرضنا في قسم الدعوة ولا كذا. صح. ونفس العملية في المساجين. فأنا أعتقد كل ما صار الباب واسع في سكة الوقفية، لكن أنا كناظر أنا أعتقد المفترض ينطلق من خلال تحديد استراتيجية حالية لمدة 5 سنوات. ممتاز. يحدد الاحتياجات من خلال مكاتب استشارية، من خلال المستشارين، من خلال المتخصصين، يقول يا جماعة ما هو الأكثر تأثيرا، الأعظم أجرا والأكثر نفعا؟ هل اليوم عندنا الأيتام في عندنا مشكلة، أو الأرامل أكثر، أو المساكين، أو طيب في اليتيم نفسه أو الأرملة أو كذا، ماذا أقدم؟ هل أمنحهم بيت، أو أسدد الأجار شهري، أو مصروف شهري. صحيح. أو أسدد فترة الكهرباء أو كذا. فمن هذه الاستراتيجية موجودة في الأوقاف الآن الحالية أو أنت تطالب بها؟ لا أنا أقول أنه في ممكن بعض الأوقاف يعمل من وفق الاستراتيجية، وأنا أعتقد أنه قليل جدا الذي يعمل بهذا الفكر الاستراتيجي. أيوة. الاحترافي البعيد الذي ينطلق من خلال احتياجات ودراسات.
كلنا أكثر اللي يعملون في العمل الخيري يعملون يعني في عدة مجالات، إما نفس الوقف يصرف بطريقته تقليدية، وإما يعطي المبالغ لمؤسسات خيرية تعمل في السوق. يعني عندنا أكثر من 1000 جمعية خيرية، فممكن يوزع هذه المبالغ، وممكن يكون شخص جالس في مكتب وينتظر الناس تجي وتقدم له طلبات، يقول لك والله مسجد في المكان الفلاني نبي نبنيه، والثاني يقول لك لا والله عندنا رامل، والثالث يقول عندنا سك عسار عليه الرجل بيطلع. فمشكلتنا أنه في الغالب الذين يتبرعون ويتصدقون، وهذه ثقافة للأسف متأصلة من فترة يمكن من يمكن 50 سنة إلى اليوم، أنه المتبرع يجلس في مكانه ينتظر الناس يقنعونه، هذا صاحب جاه يقنعه، هذا فلان شيخ يقنعه، هذا عالم يجي، هذا فلان متخصص جاء وصار. ترى أن الطريقة هذه غير مجدية. لا بالعكس، يعني الحين أنا بسأل التاجر زين بشكل واضح، هل أنت تبحث عن الفرص الاستثمارية ولا تجيك الفرص؟ الأصل أنه يبحث. أي، ففي الغالب المستثمرين المحترفين والتجار الكبار تجد أنه يدرس البلد وين رايحة. والله في فرضنا توسع في المنطقة الغربية ومتوقع فيه احتياج عماير أو فنادق أو شغل، فيروح هناك يشتري أرض ويبني مشروعه. نفس العملية في العمل الخيري، أنت لا تنتظر أنه تجيك الناس تدلك على الخير. أيوة. بالعكس، أنت لابد أنك أنت تنطلق وتبحث وين الأماكن. خلينا نفترض أنا بدعم، فرضنا مثلا مشترط لي، فرضنا لو اشترط الموقف لتحفيظ القرآن الكريم زي ما قال بعض الأخوان جمعيتهم، طيب أنا أدعم تحفيظ القرآن الكريم، هل أدفع رواتب المدرسين أو أدعم وقف أبني وقف أو أبني يعني تشويق للناس أو أبني وش يعني عندهم 20 منتج، صحيح ما هو المنتج التي تأثر فيه؟ لكن عندما أقتنع بهذه الفكرة من سيحدد لي؟ هل هناك مراكز متخصصة، مراكز أبحاث ودراسات؟ لا لا لا، مين مراكز متخصصة؟ ما أعرف حقيقة مراكز متخصصة، لكن أنا أعتقد اليوم حنا محتاجين لقاءات بيننا احنا كموقفين، يعني يصير بيننا لقاءات، وهذا اللي ممكن يصير ان شاء الله في مركز الاوقاف، يصير في لقاء بين الاوقاف ونتكلم عن المصارف الخيريه، بحيث انه كل واحد يعرض تجربته نستفيد من بعض، ايجابياتها وسلبياتها، زي ما عرضنا في ملتقى الاوقاف مؤسسه العنود الخيريه، مؤسسه الامير العنود الخيريه، كيف قدمت تجربه، كيف مصارفها الخيريه، كيف عمقها. ففي عندنا مثلا اليوم مثلا فرضنا احتياجنا، فرضنا جمعية، فرضنا المعاقين، لا والله فرضنا أمراض الكلى، لا والله بالضبط. يعني واحد مرة شفته أعجبني قاعد يدرس إيش أسباب مرض الكلى وكيف ممكن تعالج، يعني فرضنا وإيش أسبابها. يعني شوف الفكرة، أني هل أعالج مريض الكلى ولا أبحث وإيش السبب ولا أبحث عن علاجه. ممتاز. تخيل أنت لما تجيب المشكلة وتحل السبب، كم بتعالج وكم بتحل المشكلة هذه. صحيح. طيب تسمح لي بس نشرك معنا سعادة الأستاذ حسين الداودي، وهو نائب الأمين العام لوقف الرسالة الاسكندنافي في السويد. أستاذ حسين، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أستاذ الكريم. بكم. يا مرحبا، ونستفيد من وجودك معنا في الحلقة حول مصارف الأوقاف. حياك الله. أهلا وسهلا. أول شيء أشكر لكم استضافتكم الكريمة لي. العافية. والحقيقة نحن في السويد، في مملكة السويد، لدينا حوالي 13,375 أوقاف، يعني سويدية، ليست لنا قصدي، لأنها هي سويدية مسجلة لدى الحكومة السويدية، وفي السويد هناك مؤسسة ومديرية ترعى الأوقاف. أيوة. ويسرني أن أقدم للمسلمين اليوم خبرا جميلا، أن جميع الأوقاف السويدية مبنية على أساس إسلامي مقتبس من أنظمة الأوقاف من الأندلس، استورد يعني في أيام زمان. طيب. وحقيقة مصارف الزكاة هنا، في مصارف الأوقاف وطرق صرفها هنا، يبدأ مثل ما أنتم ذكرتم، يعني من الاهتمام بنفسة معينة، بزهرة معينة، إلى الطالب، إلى المحتاج. انظر، المحتاج هنا في السويد هو الذي يقل دخله عن $1,000 شهريا، فلذلك يتم دعمه في مصارف الدراسة. الطالب يحصل على أكثر من $500 شهريا، حتى لو كان ابن الملك، يعني حتى لو كان ابن وزير يحصل لدعمه في التعليم. وأيضا هناك للأبحاث، يعني جميع أنواع الأبحاث، خاصة في البيئة والطاقة البديلة والطاقة الشمسية. ولذلك قام المسلمون المهاجرون في مثل هذه البلاد بتأسيس أوقاف، واليوم لدينا حوالي 15 وقفا إسلاميا بمعنى الكلمة. وهنا يجدر الإشارة على أن الواقفين في مثل هذه المؤسسات السويدية ليس لهم الحق في والتدخل في إدارة الأوقاف، إنما هم يوقفون ويصبحون أناس عاديين ممكن يستفيدوا من الوقف، من خدمات الوقف. لكن من يدير هذه الأوقاف أستاذي؟
طبعا يجب على حسب القانون السويدي عندما تؤسس وقف يأخذ حوالي 3 أيام. أيوه. يطلب منك رأس مال حوالي 25,000 دولار كرأس مال ثم تستخدمه في الأنشطة، ويجب تأسيس مجلس إدارة من غير الواقفين يقوم بإدارة هذه المؤسسة وتعتبر كشركة مساهمة. يعني من حيث القوانين، من حيث، لكن الدولة لا تأخذ ضرائب ورسوم على المدخول العام للوقف. يعني مثلا لو جاء إنسان وقال أنا أوقف في هذا الوقف 1,000,000 دولار لا تدفع لي ضريبة، بالعكس مسهل لك أمور ويحق لك أن تدير مشاريع تجارية ومشاريع إنسانية وإغاثية وإلى آخره في داخل السويد وخارجها. يعني طيب نعم. أستاذ حسين أنا أشكرك على هذه الإضافة وهذه التجربة. هل من إضافة أخيرة؟ الإضافة الأخيرة هو أنه يعني نحن نود من الواقفين أصحاب رؤوس الأموال أن يتجهوا نوعا ما صوب الدول الأوروبية التي فيها جاليات مسلمة، خاصة في السويد، لأن النظام هنا يحمي أموالهم ويستطيع أن يقدموا للإنسانية وليس للمسلمين فقط نماذج حية. ووقف الرسالة إنما هو نموذج لبعض الطلاب السعوديين الذين جاءوا إلى هنا وبعض المحسنين الذين أنشأوا هذه المؤسسة، وهي رائدة الآن وتعتبر من الوقف رقم 8 في وسط السويد من حيث المدخول ومن حيث الأنشطة. أي نعم. أستاذ حسين شكرا لك على هذه المداخلة وعلى هذه التجربة، وأنا يهمني فيها رؤوس الأقلام. يعني أشار إلى أنه استفادوا من النظام الإسلامي، أشار إلى كثير من القضايا اللي أشرنا لها في البرنامج، أنك لازم تتعامل مع موقفك على أنه شركة، لازم يكون لك مجلس إدارة، تسهيل الدولة لمجريات أو لإجراءات الأوقاف واحتياجاتها. يعني كل هذا الشيء إحنا لدينا بها في حلقات ماضية. جيد. هو حقيقة للأسف في الغرب يتعاملون مع من يمنح أمواله للعمل الخيري، أيوة، يعني مميزات ودعم لا محدود، فتجد أنه هو يعتبر شخصية مختلفة عن كل الشخصيات، مقدر، يعني يعتبرونه هذا قاعد يخدم المجتمع. صحيح. كله، فتجد أنه مدعوم بشكل قوي. حقيقة المبشرات اللي سمعنا عنها ما شاء الله، البشارة جدا ممتازة اللي سمعنا، حجم الأوقاف وعددها. صحيح. ونوعيتها. صحيح. وحقيقة رسالة الوقف فرضنا في السويد هي قاعدة توصل رسالة دعوة للإسلام. صحيح. بطريقة غير مباشرة، بطريقة احترافية وبعمق وبتأثير قوي. فأنت لما تجعل لك وقف وتوري فرضنا الغير مسلمين كيف طريقة الوقف وكيف آليته وكيف عمله، أنا أعتقد أنه 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 الفرق بين الغرب وبيننا، عندنا إشكالية إحنا إلى الآن، إحنا عندنا يعني تفكيك الأنظمة والتشريعات يحتاج تطوير. وأعتقد أن احنا نتحدث عن موضوع العوائق والحلول للأوقاف، نخلي نرجعها إلى حلقة مستقلة. نعم. هو أشار إلى قضية مهمة، قال تعالوا السويد لأن القانون هنا والنظام ترى يحمي الأوقاف. هل ترى أن الأنظمة المسنونة عندنا أن تحمي الأوقاف، تشجع عليها؟ إن شاء الله أن هي محمية، بس للأسف السمعة اللي موجودة في السعودية، يعني الناس المرجفين والناس اللي ما يتكلمون كلام صحيح، قاعدين يتكلمون انه لا والله في خطر على الوقف تبعك، ولكن انا اعتقد انه الوقف اليوم بالسعوديه، ما يوجد وقف في السعوديه من اسست الحكومه السعوديه تم الاستيلاء عليه. ايوه. اذا كان هو يراعي، لديه نظار ويعمل باحترافيه ويعمل ممتاز، ما عنده مشكله. متى، وقلناها في الحلقات الماضيه، السعوديه في حاله انه اهمل الوقف او النظار لم يراعوا هذا الوقف او صرفوا مصارفهم الخيرية مخالفة لسك الوقفية، ذاك الوقت تتدخل الوزارة، ذاك الوقت مو الوزارة، كل الناس حقيقة، أصلا شرع الله، يعني الله عز وجل لا يرضي ذلك قبل الحكومة أن يكون هذا التجاوز. أستاذ بدر، لكن الإشكالية هنا، هل التدخل هنا يكون لحماية هذا الوقف واستثماره أو فقط استيلاء ويبقى كما هو؟ لا لا لا، هو حمايته واستثماره. وزارة الشؤون الإسلامية عندها أكثر من 20,000 وقف. أيوة. عندها مليارات موجودة، فمو موضوعنا. أنا أعتقد ما في عندنا إشكالية اليوم، يعني أنا أعرف أوقاف لها 20 سنة 30 سنة في السعودية، ما عندها إشكالية، ولا في أي تدخل، ما في أي تدخل. والهيئة الأوقاف التي ستصدر بإذن الله لن يكون تدخل، بالعكس دعم وتطوير للتشريعات. لكن حنا مشكلتنا أنظمتنا، إذا جاء بيطلع نظام تجد أنه كثير معارضة وكثير صح أنه يحتاج تطوير في البداية، لكن أنا أعتقد أنه لابد أنه زي ما يتطور الاقتصاد، زي ما يتطور كل شيء. صحيح. لابد أنه التشريعات في تشمل التنظيم التطوير. طيب خليني بس أشرك معنا سعادة الدكتور عبد الله بن ناصر السدحان، وهو الباحث في شؤون الأوقاف. دكتور عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله. سلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا، حياك الله. حياك الله يا دكتور، ولك تجربتك في الأوقاف واهتمامك بهذا الملف، جزاك الله خير، كباحث أو كحتى في الجوانب العملية.
إذا ممكن نستثمر وجودك في أقل من 3 دقائق بإضافة أي معلومة ترى أنها مهمة فيما يتعلق بمصارف الأوقاف. شكرا جزيلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم وحيي الجميع المستمعين والضيوف الكرام. أخي الكريم، أنا أتحدث عن زاوية واحدة في مجال المصارف، مصارف الأوقاف. ممتاز. أنا كما أتمنى أن يكون هناك بحث حقيقي عن حاجات المجتمع الحقيقية التي يحتاجها المجتمع بالفعل في هذا الوقت لكي تلبى من خلال الأوقاف. أيوة. الأوقاف عندما بدأت منذ 1400 سنة وهي تستمر تلبي حاجة المجتمع، كلما استجد حاجة في المجتمع تجد الأوقاف فورا تبادر من خلال النظار والوقاء، تجده مباشرة تسد هذه الخلة في مجال الحاجة في المجتمع. للأسف استمرت المصارف الوقفية في 50 سنة الماضية استمرت على مجالات محدودة جدا وضيقة، وإن كانت في السابق تلبي حاجة المجتمع لكنها الآن أصبحت أو أصبح المجتمع ليس بحاجة كبيرة لها، ولا في داعي لأذكر أمثلة، لكن أنا أعتقد حتى نستطيع أن نضمن تلبية الأوقاف لحاجات المجتمع يجب أن نتدخل في الصياغة الوقفية، في الوثيقة الوقفية، أن تصاغ بشكل مرن تستطيع من خلاله أن تلبي حاجة المجتمع. ممتاز. كما يحتاجه هذا اليوم، وتراعي ما يسمى المعادلة بين المنفعة الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية. ممتاز. أن لا يطغى جانب على جانب في 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 هذا الأمر. مربط الفرس في ظني في هذا الأمر هو الوثيقة الوقفية، كما تصاغ يجب أن تكون فيها مرونة كبيرة تمكن النظار لاحقا وبعد عشرات مئات السنين أن يتكيف مع حاجات أو يكيف هذا الوقت ومصارفه مع حاجات المجتمع المتجددة التي لا تنتهي. ممتاز. دكتور عبد الله، أنا أشكرك على حضورك وعلى هذه الإضافة، ولعلك يعني لامست محور مهم جدا، وأنا أشكرك صراحة على طرحه، وهو ما يتعلق أنه يجب على الواقف قدر الإمكان أن يوازن بين المنفعة الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية. صحيح. هو عرج الدكتور جزاه الله خير على موضوع سكة الوقفية، وحنا حقيقة ركزنا عليه يمكن بحلقتين كله ركزنا على حلقات. أي على تأسيس الوقف وسكة الوقفية. اليوم أنا أعتقد اللي ودنا نركز عليه اللي هو الوقف موجود والنظار موجودين، طيب كيف أنا أبدع وكيف أكون مميز. أيوة. في موضوع الصرف الخيري، لو ما ودي حقيقة نتحدث عن سكة الوقفية. وذكر حقيقة قبل 50 سنة، من 50 سنة وقادم وجاي كيف كانت المصارف الخيرية وتغيرها. يعني خلكم منطقين، قبل 50 سنة كيف كانت السعودية واليوم كيف كانت؟ صحيح. يعني سابقا قبل 50 سنة كانت ثقافة الناس بسيطة جدا جدا، وكانت احتياجات الناس بسيطة جدا، يعني محدود، يعني كل شيء محدود. صحيح. في اليوم في طفرة كبيرة في الاحتياجات وطفرة كبيرة في الثقافة وبالفكر وكذا. أنا أعتقد اليوم واحدة من البرامج هذه اللي هي قاعدة تغير وقاعدة تنقل الوقف للعمل الاحترافي، وأنا أتفق معه أنه موضوع أنه التوسيع المصارف الخيرية وتلمس الاحتياجات والأكثر تأثيرا هذا مهم. طيب اسمح لي واسمح للمشاهد الكريم في هذا التقرير نتابعه سويا ثم نعود إليكم لمتابعة حديثنا عن مصارف الأوقاف، ابقوا معنا. النظر الجاري فلنحيي النظر الجاري. للأوقاف دور كبير في تحقيق الرعاية الاجتماعية والصحية والعلمية، بل وفي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ومن هنا فقد سعت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بمنطقة مكة المكرمة من توسيع مصادر دخلها لإنشاء العديد من المشاريع الوقفية كبعد استراتيجي لتقديم خدمة صحية متميزة. من هذا المنطلق، منطلق الاستقرار المالي والنهج الاستراتيجي اللي اتخذت جمعية زمزم منذ نشأتها على حداثة عمرها من ثمان سنوات تقريبا، ونحن نسير في السنة التاسعة، سارت على أن تؤمن أوقافا تدر استثمارات يعود ريعها للعمل الخيري المستمر في علاج فقراء المرضى. وهذه البرامج الصحية التي تشاهدونها وهي برامج خيرية نفعية للمجتمع في هذا البلد الحرام خاصة وفي منطقة مكة المكرمة بشكل عام. أحد هذه المشاريع وأكبرها
مشروع وقف الخالدية بمكة المكرمة الذي ما يزال في المراحل الأولى لإنشائه. لدى جمعية زمزم العديد من الأوقاف التي بدأت مسيرتها في بضع سنوات، لعل مدار حديثنا هنا ما شاهدتموه قبل قليل، وهو مشروع وقف الخالدية المجاور لهذا المكتب، وهو مشروع بدأ فيه من خلال شراء أراضي ثم تحديد واختيار مكتب هندسي استشاري، وهو من أكبر وأفضل المكاتب الاستشارية الهندسية في منطقة مكة المكرمة، حيث عهد إلى هذا المكتب بإعداد والإشراف على جميع الدراسات ابتداء من دراسة الجدوى ثم التصاميم ثم الإنشاء والقطع الصخري والتنفيذ من قبل المقاولين. لعلك لاحظت أخي الكريم أيضا من خلال زيولتكم على الصور المعدل التصاميم أننا نهجنا في هذا نهجا علميا ودراسة علمية هندسية توفر الكثير من الجهد على الجمعية والكلفة المالية كذلك. تلك هي جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية، وتلك هي مشاريعها الوقفية. ما أجمل أن تنشئ الجمعيات الخيرية المشاريع الوقفية التي توصف بأنها استثمار لا ينقطع، وماذا لو كانت هذه المشاريع في أشرف بقعة على وجه الأرض. النهر الجاري فلنحيي النهر الجاري مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. شاهدنا هذا التقرير الموجز عن جمعية زمزم، ولها دور كبير صراحة، يعني أعجبني صراحة تركيزهم على 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 الأوقاف ومدى الاستفادة من مصاريف. نطلب منك تعليق ثم أعود إلى موضوعي. الحقيقة أول شيء جمعية زمزم من الجمعيات المميزة على مستوى السعودية. أيوة. وليس أنا اللي أقولها، قبل 10 أيام حصلت على جائزة المركز الأول في تميز في العمل الخيري من مؤسسة السبيع الخيرية، وأنا أعتقد حصولها على هذه الجائزة لم يأتي من فراغ، إلا بناء على يعني جائزة صار فيها بينها منافسة بين جمعيات كثيرة، تعرف في أكثر من 1000 جمعية خيرية، ونعتقد جمعية زمزم هي بصمة للعمل الخيري الاحترافي في السعودية. يعني احنا دائما للأسف نذكر السلبي أو نذكر السيئ ولا نذكر الإيجابي في الغالب، فنعتقد جمعية زمزم هي يعني رمز في المنطقة الغربية للعمل الخيري الاحترافي اللي هو يدرس في للجمعيات الخيرية الأخرى. ونعتقد وضعوا كل الجمعيات وكل الذين يعملون بالأوقاف في المؤسسات الخيرية أنه يزورونا ويطلعون على هذه التجربة وكيف الجماعة فكروا وكيف عملهم الاحترافي. ونعتقد الجمعيات الخيرية اليوم أكثر من 1000 جمعية لابد أنه أكثرها تعمل على تأسيس أوقاف، لأنه حقيقة عملية أنه كل واحد يتبرع، واليوم جتنا تبرعات بكرة ما جتنا، نعتقد أن عمل هذا قاصر. جمعية زمزم ميزتها التنوع في المصارف الخيرية، وهذا اللي قلنا عليه كيف تأثير. خلينا أربط لك بس موضوع، شوف كيف جماعة السبيعي أوقاف السبيعي جزاهم الله خير جعل هناك جائزة لمن يتفوق في العمل الخيري بالمؤسسة الخيرية. طيب هم يعني جماعة السبيعي طوروا العمل الخيري بطريقة غير مباشرة. صحيح. وهذا اللي أقول لك أنا، كيف أنك أنت تصدق من وقفك في عمل احترافي يكون أجرك عظيم. تخيل أنك أنت قاعد تطور 1000 جمعية من خلال جائزة، فيشوف كيف تأثيرها كيف ممكن يصير، زي ما سمعهم في هذا التطوير في هذا الأجر. يا سلام. زي ما سوت مثلا مركز الأوقاف بالغرفة التجارية، جعل هناك جائزة اسمها جائزة الوقف. ممتاز. بحيث أنه يطور الأوقاف كلها الذي يعمل يعني أنت تطلب إعلاميا وتطرح أنه العمل احترافي، بس لما تحط جائزة تحط له مبلغ مالي محفز. ومحفز وتكريم، فأنت تدعو هذا. صحيح. فأنا أعتقد حقيقة جمعية زمزم من الجمعيات المميزة، وأنا حقيقة صلى الله أن يطرح لهم البركة في العمل المبارك، وحقيقة نتمنى أن تكون كثير من جمعياتنا بهذا النهج وهذا الفكر. أستاذ الكريم، قبل أني أخرج من جمعية زمزم واهتمامهم بالجوانب الصحية، الآن يدور تساؤل مهم جدا، هل تتوقع أن شركات التأمين السيمة في المجال الصحي ستؤثر على أعمال الخير وأعمال الوقفية فيما يتعلق بالمجالات الصحية؟ شوف أنا دائما أقول أنه اليوم أنت كشخص موقف، اليوم احتياج المرضى واضح محدد معروف،
لكن يمكن بعد فترة الآن القفزة الكبيرة اللي تقفزها الدولة في تطوير القطاع الصحي. يعني أنا مرة كنت مع وزير الصحة وكان يعني يذكر لي بطريقة يعني إنه اليوم في احتياج كبير، لكن بعد فترة بسيطة سيكون هناك مستشفيات ضخمة وعدد كبير جدا سيكون طرح مشاريع خيرية مشاريع صحية كبيرة من قبل الدولة. فهنا المحور اليوم، أنت تشوف الاحتياج، والله الاحتياج اليوم غسيل الكلى، اليوم احتياج مرضى، اليوم احتياج إسعاف، اليوم احتياج كذا، فالمفروض أنك أنت تدعم. لكن في فترة من فترات يمكن يصير في تغطية كبيرة، فالمفروض أنك أنت ترجع وتروح لمكان ثاني، فلا بد أن يكون الوقف مرن يعني يتكيف مع لكن هو العمل التخطيط الاستراتيجي ممتاز. في العمل الخيري يعني أنت رؤيتك الخمس سنين الجاية وش احتياجك. أنا أعرف واحدة من المؤسسات أو الأوقاف الكبيرة قاعدة تدرس ماذا يحتاج المجتمع، ما هو أكثر تأثير. مثلا فرضنا، أعطيك مثال بسيط، التدخين. اليوم التدخين يسبب أمراض ويسبب مشاكل صحية كبيرة تدفع الدولة ويدفع المجتمع مبالغ ضخمة جدا، وفي إحصائيات مرعبة. فواحد من الأوقاف قاعد يدرس إيش أسباب الناس تجي تدخن، فسووا دراسة لقوا أنه اللي يدخن عمره من 5 سنين 6 سنين هذه بداية التدخين. فقال كيف أنا أثقف الأطفال والصغار، فسوى برنامج مع جمعية نقا لتبني ثقافة للأطفال أنه التدخين ترى مضر بصحتكم، ترى كذا ترى كذا. وهذا الوقت فيه لمسة صراحة في جدة، فيه لمسة، فيه بصمة. وجمعية نقا فكرت بهذا المشروع بصمة. فنعتقد هذا الفكر، يعني أنا ممكن أروح أعالج اليوم يعني 100، بس ممكن أن أحمي 1,000,000 شخص. صحيح. من خلال العمق يعني. طيب خلينا وحنا نثني على جهود مؤسسة السبيعي، نشرك معنا الدكتور حسن الشريمة، هو الأمين المساعد للشؤون الاستراتيجية بمؤسسة السبيعي الخيرية. دكتور حسن، سلام عليكم ورحمة الله. سلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وجهودكم في جهودكم صراحة في المؤسسة يعني تذكر وتشكر. لكم اهتمام بالأوقاف ومحاولة تخصيص جائزة للأوقاف المتميزة، إذا حدثتنا عن هذه التجربة العمل الخيري أو العمل الخيري. جزاكم الله خير، حياك الله، تفضل. شكر الله لكم وجزاكم خير. أولا أشكر لكم في المجد، هذه المجد المجد إعطائنا شرف المشاركة. جزاك الله خير. شكر لك يا أستاذ معمر في خدمة الريادة في عمارة الوقف، ولك من اسمك نصيب معمر وعمارة الوقف. أكرمك الله. وشكرا لبدر الأوقاف الشيخ بدر على هذه البادرة في النهر الجاري الذي نتابعه بفكر وقدرة وجهد، فجزا الله شيخنا بدر خير الجزاء. هل ترغبون نتحدث عن المصارف الوقفية ولا نتحدث عن جائزة السبيعي للتميز؟ أنا والله ودي تختصر لنا المحورين في دقيقتين، معلش لأن في نهاية الحلقة. طيب الله يكتب أجركم. نحن مؤسسة محمد وعبد الله السبيعي الخيرية هي إحدى المؤسسات الخاصة والمانحة في العمل الخيري، مبنية على شرط الشيخين في الوقف مثل ما ذكر لكم الشيخ بدر في تأسيسها، أن يكون عندنا مجلس نظارة ولجنة استثمار ومصرف وقفي. نحن مصرف وقفي فقط للعمل الخيري كإدارة المصرف الوقفي. عندنا عدد من المصارف الوقفية، توعية وتأهيل الفقير، ولنا فيها مساهمات مع القطاع المانح في بناء برامج ومشاريع لا تسد حاجة الفقير فقط، وإن كان هذا هدف رئيس، وإنما نعيد تأهيله ليكون فاعلا ومستفيدا. ولنا فيها عدد من البرامج في التأهيل الصحي ومهنة لها في جازان وحاضنة الأعمال وسواعد واندماج لرعاية السجناء. وعندنا دعم المناشط العلمية والدعوية المتخصصة، نشر ثقافة العلم الشرعي، تعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية ومكاتب الدعوة. ممتاز. ولدينا خدمة القرآن الكريم، مصرف خدمة القرآن الكريم من خلال جمعيات تحفيظ القرآن الكريم فيها المنتشرة في هذا البلد طولا وعرضا، وذلك لتطوير أداء المؤسسات من خلال 3 أمور: نمذجة العمل في مؤسسات القرآن الكريم، وبناء الفرد من خلال تطوير الأفراد قيادة وأفراد متخصصين. دكتور حسن إذا سمحت، أنت الآن كانك تلمح إلى استراتيجيتكم في هذا العمل، في العمل الخيري عموما. نعم، يعني أود أن نركز عليها لأن سنستثمر وجودك معنا. الله يكتب أجركم. وكذلك تحسين الأدوات والآليات من خلال غرس الجودة الشاملة في رعاية خدمة القرآن الكريم وأهله. وهذه الحاجة موجودة لأن البيئة مختلفة والبيئة متغيرة، وأبناؤنا فتح لهم أبواب كثيرة في التواصل الاجتماعي وفي الإعلام وفي الجديد. فالجديد يعني من الجميل أن نتجدد نحن كذلك في تقديم خدماتنا في هذا المصرف الوقفي خدمة القرآن الكريم. منها كذلك من المصارف بناء ثقافة التطوع في المجتمع. ممتاز. مجتمعنا مجتمع أصيل وخير، ورغبته في أن يكون متطوعا كبيرة. نحن يجب أن نتواءم مع هذه الرغبة.
شركاؤنا في بناء ثقافة التطوع في المجتمع. نحن ومؤسسات العمل المانح، الجامعات السعودية مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ونحن نشرع حقيقة على تبنيها للتطوع من خلال برنامج لنا معه اسمه برنامج إدامة لصناعة التطوع وإيجاد ثمان وحدات تطوعية في مؤسسات العمل الخيري. وكذلك جامعات أخرى مثل إنشاء وحدات تطوع في جامعة الملك سعود وجامعة الملك خالد وجامعة الطيبة وجامعة الأمير سلمان وغيرها حقيقة من الجامعات الرائدة في هذا البلد الكريم. طيب أستاذ الكريم، مصارفنا الوقفية، تفضل يا شيخنا. إذا سمحت لي بس في نصف دقيقة، ماذا عن الجائزة المخصصة للعمل الخيري؟ نعم، وهي واحدة من المصارف التي رغب مجلس أمناء المؤسسة لصناعة ريادة للعمل الخيري، جائزة السريع للتميز في العمل الخيري، وهي قائمة على ثلاث وحدات المنشآت المتميزة. ممتاز. وقد كان معنا من فضل الله عز وجل في هذه الجائزة لأول مرة أن تشارك في الجوائز، كما ذكر أستاذ التميز في العالم الدكتور زائري محمد زائري وهو جزائري بريطاني، يقول لأول مرة تشارك مؤسسات في أول وهلة 130 مؤسسة وجمعية خيرية تشارك في المنشآت المتميزة. دكتور حسن، بس أنتم من خلال هذه الماضي. دكتور حسن، من خلال كذلك القسم الثاني المشاريع المتميزة، وشارك معنا حوالي 150 مشروع. دكتور حسن، مشروعان بجائزة التميز. حبيبي، وهناك 101 عندنا الأفكار الإبداعية، حيث فادت 171 فكرة إبداعية. دكتور حسن، أنا بس أنا أتمنى دكتور حسن، دكتور حسن اسمعني. تفضل يا شيخ. أنا بس ودي نختم المداخلة، إيش هدفكم من هذه الجائزة من أجل أن تصل الرسالة اللي أنتم تتوخونها؟ نحن نريد فعلا أن تصل الجائزة بالعمل الخيري إلى أن يكون عملا مهنيا احترافيا ممتاز. يبنى على أفضل معايير التميز في العالم. دكتور، أنا أشكرك. إن شاء الله تعالى ما ستقوم المؤسسات المانحة عليه وهي تسعى إلى صناعة التميز، كما عندنا تميز في القطاع العام والقطاع الخاص، وصل القطاع الخاص يجب أن يكون عندنا تميز في القطاع العام. شكرا يا دكتور حسن على هذه المداخلة، وشكرا على هذه الجهود المباركة، وأنتقل مباشرة لتعليق ضيفنا الكريم على مداخلة الدكتور حسن. جزاك الله خير. حقيقة مؤسسة بيع الخيرية هي تعتبر اسم لامع، وتعريفه في هذه الحلقة يعني قليل جدا بحقهم. هم ركزوا على أهداف استراتيجية، ونعرف عمق عندهم لديهم في تطوير الكوادر البشرية في العمل الخيري، تطوير الأنظمة واللوائح، ورش عمل عميقة لتطوير العمل الخيري. أنا أعتقد أن احنا نحتاج مثل جماعة السبيعي 20-30-40-100 جهة. أنا أعتقد لو قامت 100 جهة بنفس الفكر وبنفس الطريقة، أنا أعتقد ستقوم يعني ثورة كبيرة جدا في الفكر الخيري المميز. فنعتقد أنه حقيقة جزاهم الله خير، يعني كل منتجاتهم اللي يطرحونها طرح عميق وطرح تأثير وطرح ممتاز، لكن حتى لابد أن نكون حتى احنا يعني منتصفين، لأن يعني نتجه في العمل الخيري في تطوير الأنظمة وتطوير الكوادر وكذا، ونترك الأشياء الاحتياج الفعلي الواقع الهدف الحقيقي اللي هو فرضنا مساجد أو فقراء أو تام أو مساكين أو أرامل أو قطع صحي أو قطع تعليمي وكذا. فيحتاج يعني يحتاج أنك تصير في 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 اتزان. وأنا أعتقد إن شاء الله مؤسسة السبيعي، وإن شاء الله الحمد لله يعني حسب ما سمعت أنه المشايخ السبيعي أوقفوا الآن وقف كبير جدا، فالآن هذه المؤسسة الخيرية ستنطلق وستكون هي المصرف لهذه الأوقاف. وأنا أعتقد أنه إن شاء الله بعد فترة نعرض تجربتهم في محافل. أستاذ بدر، إحنا نتحدث عن مصارف الأوقاف، هنا قضية مهمة جدا. أنت تعلم الآن نعيش مرحلة قضايا المسلمين في جميع أنحاء العالم سواء القريبة منا أو البعيدة تحتاج إلى دعم. هل مصارفنا داخل السعودية أو في العالم ككل، العالم الإسلامي، هل يعني جعلت من مصارفها دعم قضايا المسلمين؟ هو شف حسب نص الموقف. أيوة. لكن الموقف إذا كان نص أنه فقط في داخل السعودية، وهذا هذا التحجير اللي إحنا نقول لا أحد يحجر واسع، يحذر منه. لكن في الغالب اللي أنا أشوفه أنه باب واسع، والناظر هو يختار أين يدعم في الاتجاه المناسب. قد يكون كارثة في بلد من الدول الإسلامية، وقد يكون احتياج مسلمين في مكان معين. أنا أعتقد أنه حسب النظار وش فكرهم وش طرحهم. يعني أنا أقول دائما النظار هم الذين يرون ما هو الأعظم أجرا لهذا الموقف الذي يعني قد يكون حي أو قد يكون متوفى. طيب تسمح لي، وإن كانت يعني إحنا في آخر الحلقة، نشرك معنا سعادة المستشار الشرعي لأوقاف غالب بن ساعد الأستاذ نواف الغالب. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ نواف، أنا قبل أني أبدأ معكم لابد أني أشكر صراحة كل القائمين على هذا الوقف اللي نفتخر به في داخل المملكة العربية السعودية. نحن نتكلم عن مصارف الوقف، إذا أمكن يعني توجز لنا تجربتكم في هذا الوقف المبارك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكركم بداية على هذه الاستضافة. وقف الشريف غالب يعتبر من أقدم الأوقاف في المملكة العربية السعودية، ومن يعني من أكثر الأوقاف دقة وتنظيما من بدايته، فهو بدأ بداية مؤسسية موثقة. هذا الوقف طبعا الشريف غالب رحمة الله عليه توفي عام 1231، وله عدة أوقاف، أوقف يعني أكثر من ثلثي ماله لأوقاف خيرية، ومنها للمدارس، منها لتعليم القرآن، منها للمعاتيق. في ذلك الزمان كان هناك بعض المعاتيق والموالي، أوقف عليهم أوقاف كبيرة. أيضا وقفه الآخر، جزء من وقفه أوقف على ذريته وجعل فيه مصرف خيري. المصرف الخيري هذا لقراءة القرآن، وكان لأمور محددة. لكن قبل عدة سنوات تقدمنا لسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، حصلنا على فتوى بالتوسع في هذا الباب، فاقتطعنا نسبة من غلة الوقف، جعلت لمصارف متعددة متنوعة حسب مجلس إدارة الوقف. مجلس إدارة الوقف من نظار ومشرفين يرون الجهات البر، كانت للفقراء وللأيتام وإعانة طلبة العلم وحفر آبار، المساهمة في بناء مساجد، علاج لبعض المرضى في المستشفيات، باعت بعض الكتب لنشر العقيدة الصحيحة، دفع رسوم أحيانا لبعض المدارس، تزويج الشباب، رعاية الأيتام، مثل هذه الأمور. طبعا معظمها في داخل المملكة العربية السعودية. أستاذ نواف، فيما يتعلق بالجزء الذري في الوقف، المصارف الخيرية الذرية كيف كانت؟ أحب أوضح على مسألة هنا، أن البعض يخلط، أن يقسمون الوقف وقف خيري وقف أهلي. الوقف الأصل فيه أنه وقف خيري، ولذلك دليل مشروعية الوقف هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم أجعلها في القربة، وأيضا أبو طلحة عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم أوصاها أن يجعلها في القربة، وأولى الناس بالصدقة هم قرابة الموقف. وقف الشريف غالب على ذريته، وهذا الحمد لله كان بعون من الله عز وجل، ثم بهذا الوقف أنه جعل الذرية على مختلف طبقاتها في رفاهية وفي تعلم وفي علاج وفي حالة اقتصادية متميزة. وأيضا لم ينسى الجانب العام، وهو أنا أقسم الوقت وقف خاص، الجانب العام وهو لغير الذرية وغير الأقارب. طيب أستاذ نواف، أنا أتمنى أن نستثمر هذه التجربة الموفقة في حلقات أخرى، لأن الآن في نهاية الحلقة أنا أودعك، وبإذن الله يكون بيننا تواصل في حلقات قادمة، ولعلي أختم حلقتي بالتعليق على هذه المداخلة. حقيقة أوقاف الشريف الغالب أنا أعتقد أنه عرضت في تجربة ملتقى الأوقاف الأول في الرياض، وأنا أعتقد أنه هو رمز في مكة، ويستحق منا الدعاء للموقف رحمة الله عليه وجميع حقيقة نظار الوقف، الذين حقيقة هذه من الرموز المميزة الناجحة الموجودة، الذين يظللون بعض الناس ويذكرون أوقاف فاشلة وكذا. هذا أوقاف موجودة وجاهزة، وأنا أعتقد أن التجربة ناجحة جدا. طيب قبل أني أختم هنا سؤال مهم جدا، هل ترى أنه الواقف أو أنتم في الغرفة أو الهيئة إن شاء الله إذا وجدت، هل يعني لابد أن نفعل الدور الرقابي على هذه المصارف ومدى قياسها وأدائها؟ والله ما أعتقد إنه هذا مطلب كبير، لكن المهم في الموضوع إذا ذكر الموقف أن يصرف لفرضنا للمساجد وصرف للفقراء، أو العكس وذكر للفقراء وصرف للمساجد بدون أن يرجع للقاضي، هذا اللي يحتاج رقابة. وأنا أعتقد إن حنا ليس في حاجة لهذا الموضوع، لأن أنا برأيي الشخصي اليوم ليست هي أكبر الهموم هذا الهم. أكبر الهموم الهم اليوم أن احنا نبرز الأوقاف ونبرز ثقافتها ونشجع على تأسيس أوقاف، لأنه اليوم أوقافنا قليلة جدا مقارنة بحجم الثروات. اليوم أوقاف الشريف الغالب موجود لهم برج ولهم عماير وكذا، لكن شف لي الأوقاف الثروات اللي موجودة حوالين مكة بحولنا هذا الوقف بالمليارات. طيب قياسا الأوقاف قليلة جدا فأنا أعتقد أنه الجانب هذا هو اللي لازم نسلط عليه الضوء للعشر سنين العشرين سنة القادمة. بعدين لما تصير عندنا ثروات كبيرة تستحق أنه نقف ونتأمل، لكن لا تجي الواحد خلنا نفترض ما دخل مدرسة وتقول لحظة شوي تدقق عليه وتو ما دخل مدرسة. فأنا أعتقد أنه حنا لسه بداية التمهيدي، فبعد فترة لما نوصل مستوى معين بحجم ضخم جدا
ذاك الوقت ممكن حنا ندقق. وهذا العمل حقيقة الناجح في الاستثمارات وفي جميل. كل أستاذ بدر، أنا أتوقع هذا الهم اللي تحمله الآن وأن أوقافنا لازالت قليلة ولا توازي ثرواتنا، أن هناك مجموعة من العوائق لابد أن نعرضها ونعرض كيف ممكن أن تحل هذه العوائق. والله أنا ما أتفق معك أنه في عوائق أن تعيق الناس الوقف، لكن فيه قد تكون ضبابية، قد تكون تضليل من بعض الناس الذين لا يفهمون واقع الأوقاف. فنعتقد أنه لو سلطنا الضوء أنه تعالوا يا جماعة ما هي العوائق، تعال ما هي عوائق الأوقاف، فنعتقد أنه ما في عوائق، بس أنه فيه ناس تظن، لأنه أيوة. تعرف الناس لما ما تعرف تتخيل أنه عائق، تتخيل أنه في إشكالية كبيرة أو شيء. لو أقول لك أي شيء وانت تجهله تخاف منه، أي واحد الإنسان طبعه يخاف من الشيء اللي يجهله. أستاذ بدر، بيني وبينك إن شاء الله الحلقة القادمة طيب نتوقع في عوائق أو لا؟ طيب. إذا مشاهدينا الكرام، حلقتنا القادمة ستكون عن عوائق الأوقاف أو الأمور المتوقع أنها عوائق وكيف يمكن أن تحل أو حقيقتها في الواقع. أودع ضيفي الكريم وأودعكم وألتقيكم إن شاء الله الحلقة القادمة للحديث عن هذه العوائق. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للخير السنابل قد غرسوا أملا في الخير الممتد، وبنوا نهرا وبلا ماء كي يحظى بالخير الجاري. نستنشق خيرا أمتنا لا يحصى عددا بالعد، فالوقف وإن متنا يبقى ويدوم كما النهر الجاري. فلنحيي النهر.